طابت اوقاتكم. بعد خطاب المرجعية الأخير، دعوات مقاطعة الانتخابات ازدادت ويقودها مثقفون وناشطون. ما هو رأيك؟ أكرم حلوب، لم تترك لنا الزعامات السياسية الحاكمة الفاسدة والفاشلة المجربة التي لم تجلب الخير للعراق خيارا غير المقاطعة، نتيجة أولا سوء أدائها السيء وهيمنتها على القوائم الانتخابية والقرار السياسي العراقي. فبالمقاطعة أولا سحب الشرعية من هذه الزعامات، وثانيا توجيه رسالة إلى من يهمه أمر العراق بأن هذه الطبقة السياسية لا تمثلني. حسين الشمري، الإضراب عن الانتخابات هو استسلام للظلم والفساد، فيجب أن ننتخب وجوها جديدة نزيهة ذو خبرة وحنكة سياسية، همهم ولاء الوطن لا ولاء أحزابهم. وإن جرت الانتخابات وعادت نفس الوجوه فلنا حديث آخر في ذلك الحين. كريم الخنفر، أعتقد أن هذا تسقيط سياسي خطير تحت عباءة الدعوة لمقاطعة الانتخابات، وعلى الناخب العراقي أن يكون نبها، وإلا فإن هؤلاء هدفهم الحصول على أعلى الأصوات من خلال رمي جل ثقلهم في المشاركة في الانتخابات والقفز نحو السلطة. أما في تويتر، حسن المطيري يقول: مقاطعتنا ما لها علاقة بالمرجعية، المرجعية بمواقفها جزء من المشكلة باعتبارها من العرابين للعملية برمتها، وهذا لا يعني عدم احترامها أمور ديننا نأخذ كلامها من هاج. قحطان اليابس، ليس لخطاب المرجعية تأثير ناجز ولا أهمية لنسبة المشاركة بعدم وجود نص دستوري أو فقرة في قانون الانتخابات تؤشر على ذلك، غير أن المقاطعة الواسعة بقيادة النخبوية سوف تعزز ثقة أهل العراق برفض الطبقة السياسية ومن يدعمها، وترسل رسالة قوية بأن الحكومة المقبلة لا تمثل إلا المنتفعين والتابعين. أخيرا ليث الطريحي يقول: المقاطعة سلاح العجز، وهي تفيد الفاسدين لأنهم سوف يفوزون بسهولة لأن لهم جمهور ينتخبهم، فالمقاطعة تعني فسح المجال لهم للوصول للسلطة مرة ثانية، والحل هو باختيار مرشحين كفؤين ونزيهين ليتسنى الخلاص من الفاسدين.